عندي لعبة جميلة جدا ليكو. طب ايه هي يا بابا؟ هي يا حبيبي ان يعني مثلا اي حد يقول هو عايز يكون يكون يعني حيوان ايه، ويكون بدل ان هو يكون انسان حيوان ايه. لا دي لعبة جميلة اوي يا بابا. أي فعلا جميلة. أنا بقى يا عيال نفسي أبقى إيه؟ يلا قول. شوقتنا يا بابا شوقتنا. أي بابا شوقتنا. أنا نفسي أبقى كلب. انت نفسك ان انت تبقى كلب؟ ايوه. في ايه ما تعرفوش يعني الكلب حلو؟ طيب حلو ده، بس يا بابا ده وحش جدا. انا قصدي ان طيب نقول لكم شويه معلومات يعني عن الكلب ده. ليه يعني انا بقول قلت لكم ليه ان الكلب حلو؟ ليه يا بابا؟ عشان هو يعني وفي. يعني ايه وفي يا ولاد؟ انا ما وفي ولا انا انا وقعت. طب تعالي انا هجيبك عشان انت مش بتعرفي. اول حاجة الكلب وفي. يعني ايه؟ طيب قلت كده الكلمة دي. طيب ماشي، يعني ايه الكلب وفي؟ هفهمها لكم دلوقتي. يعني هو بيخاف على صديقه مثلا لو في حد غريب، مثلا حد غريب ده متنكر مثلا على شكل والشكل ده يعني شبه ايه، شبه واحد من عيله، فهو الحد الشرير ده يخبط عليه ويقوم ايه يقول له ازيك يا صاحبي وبتاع، والتاني يقول له انا مش فاكرك كده يعني. فكر بالهوهو. فايه فصاحبه يعرف ايه ان ده حد شرير، فبقى ايه كده. فيبقى كده بقى ايه الكلب حلو ولا ايه وحش بقى؟ لا ايوه بابا ده جميل جدا. كمان هو بيخاف قوي يعني الحاجات دي. يعني ايه انا كنت نفسي ان انا اكون ايه من الحاجات دي. يلا بقى يا نوها انتي قولي الحاجة اللي هي عجبك. طيب ماشي. انا بحب قوي ان انا اكون حمار. انت عايزة تبقي حمار يا ماما؟ ليه يعني ليه؟ بتضحك. اي اي فعلا ايوه. بس بنتي ليه الصغنون مش بتضحك على اي حاجة؟ عشان انا فاهمة. اي كتكوتة. انا كتكوتة زي نفسي اساسا. هتقولي ايه كتكوتة؟ عادي يعني. طيب
ماشي. انتوا عارفين ليه بقى يا بنات ان انا عايزة ان انا اكون ايه؟ ليه حمار؟ طيب قوليلنا يا ماما. لان حمار ذكي مثلا، يعني حمار ذكي مثلا لو حد مثلا الفلاح يعني يقول له مثلا، يقول له يشيل عليه حاجات ايه وبتاع، يعني هو صابر، يعني هو صابوه بتاع. مثلا لو الفلاح حط عليه حاجات تقيلة مثلا وبتاع مش عارفة ايه، مش يقول له لأ زعم عليا انا مش قادر بتاع كده يعني. لأ هو صابوه. كمان مثلا لو الفلاح مثلا رايح في حتة وقال له حمار انا رايح ايه، انا رايح مثلا في حتة وبتاع مش عارفة ايه، هيقول له هيقول هو هيقول مثلا الحمار ان هو رايح في حتة، بعدها مثلا الفلاح ده ينسى بقى الحمار، فحمار يروح لوحده في بيته. كمان مثلا لو بنت مثلا نقصت يعني ايه، نقصت في الامتحان ايه مثلا ايه كذا درجة مثلا ايه، جابت ايه يعني ما جابتش 10 من 10 إيه يعني مثلا، واحدة تقول لها ان حمار يعني كده ذكية، يعني اساسا ان حمار ذكي يبقى كده بقى حمار حلو ولا لأ؟ ايوه يا ماما ده حمار جميل وطيب قوي، شفته بقى. الا بقى يا حسن قول انت عايز ايه، يعني احنا بنبدأ من الكبير خالص، بعدها الكبير شوية اللي هو الكبير اصغر سن والكبير بس اصغر سن من قبلي، والكبير بس اصغر من قبلي، والصغنون بقى. يلا بقى قول انت ان انت تكون عايز تحول بتاعي. انا عايز اتحول يعني في خيالي يعني الروبوت، انا عايز اكون نحلة. اذا انت عايز تكون نحلة اسبوعي بس عشان انتي مش فاهمة حاجة، انتي اصغر، انتي ان هو انتي فاهمة حاجة اساسا؟ هو انتي كبيرة يعني عشان تفهمي؟ ايوه يعني عادي. لا انا اكبر منك يا اختي. انا نسيت على فكرة. انا عايز ان انا اللي بقى اكون عايز ان انا اكون نحلة. ليه؟ انا عارفة بس مش هقول. طيب مش ان احنا انا ليه عايز ان نحاول ان احنا يعني في عقل الباطن يعني ان شاء الله، يعني ليه؟ لان انا لان النحلة بتكون ملتزمة بقى ان هي بالصحيان البدري، وان هي تقوم من بدري وتجمع النحل بقى، يعني مثلا لو اسمه ايه ده ملكة النحل مثلا او ملك النحل، يقول ملكة النحل مثلا تقول لها ايه روحي شوفي عملك، تقول لها لا ما تقولهاش بقى ايه لا انا مش عايزه كده بتاع، انا عايزه ارتاح تعبت. لا هي نشيطه بقى
بتنام من بدري وبتصحى من بدري. وإيه ومش بترفض إيه كلام الملكة ملكة النحل يعني. أها يعني كده عشان أنت عايز تبقى نحلة فعقلاقة باطل يعني. أيوة يا ستي بالظبط. يلا بقى يا فاطمة قولي انتي عايزة تبقي ايه. هو انتي نسيتي ان انا اسمي حلا؟ اه صحيح انا نسيت قوي. يلا بقى يا حلا قولي انتي ايه تكوني عايزة تكوني ايه يعني. انا اكون انا عايزة اكون سلحفة. ايه ده انتي عايزة تكوني سلحفة؟ تكوني بطيئة بقى بصي بتمشي زي النملة يا اختي كميلة تكوني ماشية كده. انا عايزة ليه اكون سلحفة يعني في حقل الباطن يعني ان شاء الله. ليه بقى؟ عشان السلحفة طيبة وهادية متعملش ازعاج متعملش صوت وكمان هادية يعني. يعني مثلا هي تكون قاعدة كده تكون قاعدة كده ايه قاعدة على السجادة بتاعتها المريحة ولا بتعمل حاجة بتشرب وبتاكل وبتنام ولا بتعمل حاجة ولا بتتفرج على التلفزيون وترقص وتروح فرح هنا وتروح الملاهي وتروح هنا لهنا وبتاع مش عارف ايه. لا قاعدة هادية بتاكل وبتشرب وبتنام ولا بتعمل حاجة ولا بتحط اكسسوارات ولا حاجة بتستخط بقى وتنام براحتها هادية. انا عشان كده عايزة اكون سلحفة طبعا في عقل الباطن ان شاء الله. اها المفروض ان انا اكون اكبر منك يعني فاكون فاهمه الكلام بس يلا مش مهم. يلا بقى اي كلمه قولي انت عايزه ايه. انا يا ماما عايزه اكون عصفوره. واللي بقى يصطادك واللي يعمل لك حاجة ومش عارفة ايه. انا عايزة اكون عصفورة. ليه؟ لان العصفورة بتروح هنا وهناك وبتقوم من بدري وبتعمل بيت صغنون على قد عيالها وعلى قدها وبتبات بقى في العش وبتروح هنا وهناك وتقدر ان هي تطير بقى وتروح بعيد تروح في الصحراء تروح مثلا تروح مثلا في مثلا مرسى مطروح في اي حته جميله وحلوه تكون هاديه بقى ورقيقه وملتزمه. وكمان يعني مش يعني مثلا لو ملكة العصافير مثلا قلت لها روحي اعملي كذا تعمله. وكمان هي تقدر ان هي مثلا تصحى من بدري خالص وتقوم قايمة بقى وتروح مرسى مطروح بقى وتسافر هنا البلد دي والبلد دي تكون واخدة معاها بقى الاكل بتاعها وبتاع. عشان كده انا كنت عايزة ان انا اكون عصفورة كده. بقى يا حبيبي اللعبة بتاعتنا يعني ايه خلصت. ايوه دي كانت ممتعة اوي يا محمد قصدي يا اسمه ايه ده اسمك ايه ده نسيتي اسم جوزك كمان ده ايه ده اسمه مصطفى يا بنتي اسمه مصطفى.
ايه كانت حلوة قوي يا مصطفى، ايه كانت حلوة قوي يا بابا، ايه كانت حلوة قوي يا بابا، ايوه كانت حلوة قوي يا بابا، كانت ممتعة. تعالي تعالي، دايما بتيجي في اخر حاجة في اللعبة مثلا او في القصة وتقعي، مش عارفة ايه ده، عادي يعني والله نونة. طيب مش وعايز كمان يا حبيبي ان انا اديكم نصيحة، ان انا يعني عامل زي الكلب وعامل زي الحمار وعامل زي كل ده وعامل زي السلحفة وعامل زي عصفور، يعني مثل انا بتنقل اللي هنا لهناك واكون مش شرير، بكون طيب وبتاع كده، فانا زي اي مثلا انا زي حمار وانا زي عصفور وانا زي الكلب وانا زي السلحفة. بس يعني فاللعبة انتهت على كده يعني يا حبيبي. طيب ماشي، الله أكبر الله أكبر. اللي احنا انت عارف ان احنا في رمضان بتاع، خلاص نصلي بقى واعمل لكم الأكل. طيب ماشي.